لأنه نسرق أنه وزير الصحة الحالي الوردي حسين تغث ضم حضانس ذي كرة اليد ممكن تشد يعني سقار ذي إي وذا يعني من مغاك الترينال من الشغث انت ذي الوقت نس تغبي تيرا تشنى انت تغلق انت تغلق هذا محضر زي محضر تغلق متى لغاس الفرصة الوقت نوينات يتهز الترينال طوان ترينال أما ساعة الإخوة أما أولي 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 الدوار عندك شي حاجه بعد تاع طبقه المدرسه تاع كيما الدراسه انت تبغى الحرام زي انجاد المستوى لا اخلاقيين ولا ادبيين ولا اجتماعي ولا دعوا طوا دراسه كي حرام تبغى شنو مثلا ماشي دوا دي بورفاق جا وين دوي غيرين تبغى تقين فوز فوز الدنيا زعما بخير وعلى خير واد من الشاعر هذا بالنسبه لي واخا أنت قش وغش موضوع النغريت يعني أنس قاربي وذن بأنه الوجد حسين وزير الصحة الحالي ذي حكومة من كيلان تغدى العاب ضم حضار الإطار النظوري بقران سع السوق ما حد استمر إلى يعني بالنسبة كنت لقيت الخمس توريد يعني في قاعد غابر من ديفيزيون قال كيسم أول ممتاز ما توش النتيجة أنا قلت كيسم توش النتيجة على حسب العناصر الرئاسية على حسب يعني من توريد السك وبالنسبة بالنسبه محليا تما صعب شويه الحال مع هذا قاعده بريمير ديفيزيون تشارك هذاك انت كذا البطوله نشي شويه نكوج فلان فهمنا ولا شويه نكوج خل لان نشي ذندي تنق شويه نكوج خل المدن الداخليه عاود نقول تما رياضه انت خصك تبدا واسبوع واسبوع الدعم ولا اسمو الدعم تقول هنا ذين لا ماديا ولا معنويا ولا كل شيء واسما ذي قاعد بنان وذين غادي واش شي نتيجه عاود السيد خص دير هذا الخلف عاود كرة اليد انت شي غنغ ذي النظر يا حرام ماشي قرص تسمى قامة طويلة فهمني ولا شي غنبقاو شوية متوسطة قامة متوسطة تسمى اشتوش واش تشا اشتوش بعد المشان بعد المشان واش نحط الرياضه بدون شي هو الرياضه بالنظر هذا خو شويه يعني الراي نص نتوالى بانه اجوا الاطار اجوا العاب ذا قديم النظر ووزير الصحه الحالي من حكومه ابن كيران انه يتولى المنصب ضرب قران الاصل وهو تغدى العاب يجمش توالى بان يعني ما رياضه النظر ربما يعني اتمنى يعجب مبرد سبحان على حسب انه ذي الاجن ذي النظر وذي الصحه تغدى العاب انه مثلا في السوق القديم. اولا الاشكال سي حسن الاشكال حكومه سي السوق الاطار الاطار من الرياضه يكشا يقدم قطاس رياضه النظر تغث من بين المؤسسين لرياضه كره اليد النظر و هو مشرف في مجموعة من المدارس الرياضية في كرة اليد وإعاصر مجموعة من الأجيال يتجمدوا البطول في مختلف المجالات أي في مجال الصحة ومجال التعليم ومجال الثقافة في مجال الرياضة وما لا تشكل سي عسو وما لا تسن الرياضة المدولية تسفس قعد تسن الآباء تون تاوزن تغيس القعد سي عسو في إطار الرياضة قاس قداس الرياضية و السي عسو انت من خيرات الاطر النزاش هو الرياضه يمشي بالعطاء السن يجمعوا على الرياضه بالنظر الكره اليد ما عرفتش نتيجه طب كانت انه بقى في وضع اجل مستوى ضم في ورقه مارس في القسم الوطني الاول الممتاز يقيم لاعب حاليا مهارات يتيح لك نادي من كره اليد في محضر من السي عسو ومن بين الاطر يخي شرف السي عسو عاود وزير الصحة الحالي السي حسين الوردي السي سوم ديكا مزيان ديكريات يسالو السي الوردي حسين وزير الصحة حاليا ومازال احتفظ الصور الناس انه وقت رجع يجي المناسبة من لقاء الوزير الصحة الحالي السي سيف الالبوم الصور الناس راه سيف حاليا ايام الطفولة من السي حسين الوردي مجرد لقاء اعترف الاطار من السي السوم وتغطى يجي الطفل يجي التلميذ يجي رياضي نشيط اكتيف وحاليا كما زي ما فعل السعسو حاليا على سبيل المحادثه ان اخيرا المراكز يزيد من النظر يعقل خفيف يبدغالي يتجب خفيف يشكال يقتص ومازال تقدر يعاني
هو السي عسو نشكر بزاف العطاء النص الانتاج من زيوشا، وخير دليل على ذلك هو وجود نادي رياضه كره اليد يتمارس حاليا للبطوله الوطنيه ديال القسم الممتاز. يجب ان عطاء انتاج غام قران يدير النظر ويرجع الفضل دائما الى المدارس الرياضيه لمدنيه الشيخ والرياضه وعلى راسها الاطار الوطني والرياضي السي الاستاذ السير عسو. كيجبنا عرب ضم قران بالنسبه يعني دي كره اليد النظر كره اليد جو لعاب يعني مقنش المقران والاطار المقران يعني تورا شكت غاب داخل الميدان يعني من الاسباب يجي السي عسو هذه غاب داخل الميدان نهار الرياضه وخاصه يعني الدعم كره اليد النخو. الاسباب هذه جنا سبحه ولاد هو شويه تبارس شويه الصحه طبعا شوية تكسرني شوية دي يعني اللي فدني نو وهذا هو السبب قناة دي عاود بنا مقال شوية الشغل بنا أما بالنسبة شوية نوع معي بالنسبة يا بالنسبة يا بالنسبة يا الرياضة لكن ما بيشتغل خام زين واه بالنسبة يا الرياضة شفت الرياضة زي 1966 إلى حد إلى 2005 دي خلال 1966 كون الشباب من الشباب ديال كرة اليد شباب كرة اليد وش المظهر ديال حرام دي سنة غير ديال المدارس الرياضية المدارس الرياضية نقيم ديال 1970 طوال غيجم دور قناة دور الشباب دور الشباب كأس الشباب كأس الشباب غادي جار نغد نقال بطولة المغرب نشارك دايس لان ديس الاقصائيات ديال الاقصائيات ذاك جاب كبار كان دوجدا عاود نجا السنين ديالي راه عاود كنا في اكثر جا دي 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 دي, دي فاس وين ربح نجا عاد غوين غارمات نيرا قريت راه نقرا نقرا نيرا في النهايه كل جديده واش المره هذه حرام الناس تما ديال المساواه دي السنين دي ني دي تما زكي حرام جلسة السي مسقال السي ولدي حسين وزير الصحة حاليا امتازوا من الشباب الممتازين في الكرة.